وعلى طول برضو معانا الكابتن خالد فاروق المدير الفني اللي بالتأكيد ليه دور كبير جدا ومدرب كمان لميار شريف لاعيبه النادي الأهلي. كابتن خالد مساء الخير على حضرتك. مساء النور. طبعا اولا بنهنيك وبنهني النادي الأهلي وبنهني الرياضه المصريه على انجاز طيب للاعيبه ان شاء الله الفتره الجايه هتكون ليها مستقبل كبير وعملت انجازات ونتائج طيبه بالنسبه للعبه التنس، خاصه انها في بطوله من الصعب ان اي حد في الفترات الاخيره او السنوات الاخيره يوصل لهذه الادوار ويلعب لعيبه مصنفه كمان في الفتره الاخيره. يا كابتن خالد، هي ميار طبعا كل مصر عرفت دلوقتي انها حققت انجاز نمره واحد في كذا حاجه، اول مصريه توصل المكان ده، اعلى ترتيب مصري من ساعه ما بالظبط لعبنا تنس، انجازات كتير جدا، وهي فرصه برضو ان احنا ندي الحق لاصحابه. يعني انا صحيح مدير فني النادي الاهلي، بس يعني ميار انا مرنتها في المنتخب قليل جدا في الاهلي، هي دلوقتي مقيمه في اسبانيا بقى لها فتره وبتمرن مع المدرب الاسباني اللي هو مقتنع بيها بقى له فتره طويله جدا وعامل شغل معاها كويس جدا. دي برضو معادله لازم اللعيبه تبقى عارفاها، يعني اللعيب بيوصل ازاي، لان لعيبه كتير جدا في مصر بيختاروا انه يسافر مثلا يروح اكاديميه او مركز تدريب. الاتجاه ده ما نجحش قوي مع المصريين، بس لازم تلاقي كوتش عنده الاقتناع ده وعايز يعمل حاجه، لان عارف حضرتك في فرق بين ان انت تعمل بطل والموضوع مكلف قد ايه للكوتش وللبنت نفسها والتكاليف اللي بتكلفها، وان انت تعمل اكاديميه علشان الربح ويبقى عندك مدربين كتير ولعيبه كتير وبتصرف عليها كتير، لها مسؤوليات مختلفه تماما عن قصه ان انت تعمل بطل بالمستوى ده. اكيد. طيب كابتن خالد، في ايجاز او في ثواني قليله، هل عندنا ان شاء الله في الفتره الجايه من بنات النادي الاهلي او لاعبي النادي الاهلي لعبه التنس ممكن يكون في الفتره اللي جايه في لعيبه واعدين الفتره الجايه ان شاء الله نشوف مستقبل في لعبه التنس سواء من الاهلي او من الرياضه المصريه؟ طبعا الانجاز بتاع ميار ده زق ناس كتير جدا انها تصدق نفسها، لان انت المشكله ان احنا في مصر اللعيب حتى بلسكوفا في اول الماتش تحس انها برضه سمعت عن ميار وكل حاجه بس مش مصدقه انها جامده قوي كده. تمام. موضوع ان اللعيب المصري يصدق ان هو يقدر، ميار خدت خطوه كبيره في القصه دي عشان كلنا نصدق في القصه دي. اكيد. الصدفه الجميله ان ميار عندها ثلاث اخوات، اختها الصغيره روان، وانا بتفرج على ميار النهارده فيها منها كتير جدا وماشيين وراها في الطريق، وهم في منتخب مصر برضو، ده غير برضو فيها لعيبه كتير جدا ولاد وبنات باذن النهارده الله كلهم كانوا بيتابعوا الماتش وعايزين يبقوا زي ميار ان شاء الله. كابتن خالد فاروق المدير الفني للنادي الاهلي لعبه التنس، انا بشكرك وكل التوفيق ليك يا رب، وان شاء الله الفتره الجايه يكون في اضافات للرياضه المصريه، لان دايما الانديه بتكون ذخيره حيه للرياضه المصريه وبتشرف بالتاكيد الرياضه المصريه في المحافل الدوليه الكبرى. شكرا جزيلا كابتن خالد، شكرا جزيلا كابتن اسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد التنس، والشكر موصول للنجمه الكبيره لاعبه النادي الاهلي ومنتخب مصر ميار شريف، وكل التوفيق ليك الفتره الجايه ودعم الاعلام بالتاكيد ليكي، لان انت مثال حي للرياضي اللي عايز يعمل حاجه لمصر. اخرج الى فاصل، ثم بعد الفاصل نواصل حلقتنا من برنامج الترند وندخل فيها في سوشيال الاهلي واللي اتكتب على الاهلي في السوشيال ميديا.